لا يوجد انقسام، هناك اختلاف في بعض الآراء مثل ما طرح جنابكم وتكلم الأستاذ عقيل، أن السيد المالكي في طرح موضوع معين وهو فكرة الانتخابات المبكرة، ورأيه محترم ومقدر، لكن لم يطرح داخل إطار بصورة رسمية يتم مناقشته داخل الإطار. بالتالي رجل يتحدث عن مسببات، منها يتحدث دستوريا أن هناك المنهاج الحكومي، والمنهاج الحكومي حسب المادة 76 هو أيضا أصبح ملازم للتشكيل الحكومي باعتبار تم التصويت عليه، فلذلك هو واجب دستوريا. ويتحدث عن أمور معينة كانت له وجهات نظر، وبدورنا احترمنا هذه الوجهات وقدرناها، ولكن على مستوى القوى السياسية الباقية سواء كان على مستوى ائتلاف إدارة الدولة أو كذلك على مستوى الإطار، ما سمعنا هذه الفكرة من قبل أي أحد عدا السيد المالكي.